من الجمانيون؟ هل هم فقط أشخاص مضحكون غريب الأطوار يرتدون ملابس سخيفة ويحملون إشارات غريبة أثناء الضرب على الدف؟ بالطبع كلا على الإطلاق، وإلا لن يتمتعوا بالسلطة الثابتة لمجتمعاتهم. فالشامانيون أشخاص محترمون، ويعتقد أن لديهم القدرة على استدعاء الأرواح والتنبؤ بالمستقبل وعلاج الأمراض وحتى القدرة على التأثير على الظواهر الطبيعية للطقس. فالشامانية علم كامل، علم أنيق وجميل، لكن الجمال كما تعرفون يتطلب التضحية. اليوم سوف نعرض عليكم في هذا المقطع حقائق رائعة عن الشامانيين والتي لم تكونوا تعرفونها من قبل. وإذا أردتم أن تتعرفوا على كل ما هو غريب، ادعمونا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. الدف في الشامانية. ربما تتساءل عما هو رائع في دف الشامانيين، وربما أنت على حق، فمن المعتقد أنه في هذه الحالة ليس هناك شيء رائع. الدف عبارة عن أداة يحتاجها الشامانيون لضبط وعي الجمهور. الدف في أيدي الشامانيين ليس مجرد رمز أو سمة، لكنه بشكل أساسي يلعب دورا عمليا. تشير التقديرات إلى أنه في الطقوس الدينية والعبادة يقوم الشامانيون بالضرب على الدف بين 180 إلى 200 مرة في الدقيقة الواحدة. لا أعرف إذا كانت هذه صدفة أو لا، حيث إن هذا العدد هو بالضبط نفس معدل ضربات قلب الجنين في رحم أمه، وهو أيضا نفس تردد موجات المخ عندما نتأمل في الأحلام. وبهذه الطريقة إذا جاز التعبير يضرب الشامانيون عصفورين بحجر واحد، يصنعون الشعور بالراحة لدى الجمهور كما لو أنهم في رحم الأم، وفي نفس الوقت يقومون بضبط إدراك الحاضرين من الناحية السمعية والبصرية، وحتى أيضا من ناحية التذوق والشم. كل هذا قد يبدو وكأنه لعبة بريئة تمت إثارتها بشكل مصطنع، لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق. فهناك خط فاصل بين إتقان الشامانية والاضطراب العقلي، وهذا الخط ضعيف ومشروط. يوجد أيضا لدى الشامانيين مثل هذا المفهوم مرض الشامانية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالة تشبه بشكل عام متلازمة الصرع، وأحيانا تشبه الفصام أو الشيزوفرينيا. والفرق الوحيد بين مرض الشامانية وهذه الاضطرابات العقلية هو أن الشخص الذي يشعر بشيء ما يتجاوز حدود الواقع اليومي قادرا على السيطرة على ما حوله ومنعهم من السيطرة على نفسه. باختصار، إذا كانت حالة الهوس لدى المريض النفساني العادي كارثة، فهذه بالنسبة للشامانيين أداة للتأثير على الجمهور. لكن تكمن المشكلة في أنه مقدما لا أحد يعرف ما الحالة التي سيثير بها الآخرون بانتظار. إن الحالة غير المرغوب فيها التي يمكن أن تندلع بها من الشامانية عاجلا أو آجلا هي الاضطراب العقلي الأكثر اكتمالا. بالمناسبة، يقال إن الشامانيين في هذه المرحلة أكثر مرونة من جميع الأشخاص الآخرين. يبدو أن الطقوس البسيطة التي تتم بانتظام باستخدام الدف يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مرغوبة على الإطلاق. المهلوسات. من حيث المبدأ، بدون المهلوسات لم يصبح الشامانيون على هذا النحو، فقد أدت الممارسة الشامانية للمهلوسات على مدى آلاف السنين من وجودها إلى تطور كبير. كقاعدة عامة، تحدث عملية استخلاص بالإغلاء لمختلف الأعشاب الممكنة والتي تحتوي على مواد ذات تأثير نفسي. على الرغم من أنه من الحالات المعروفة في الممارسة العملية، هناك حالات تناول النباتات والفطر في شكلها الخام، وأيضا استخدام أنابيب التدخين نفسها مع النباتات المهلوسة. كما فهمت أنه من الصعب جدا التواصل مع الأرواح والانتقال إلى الواقع البديل والتنبؤ بالمستقبل بدون استخدام المهلوسات. حالة التسمم التي تحدث في بعض الأحيان مستحيل حدوثها لدى الشامانيين أو حتى التفكير فيها. في غضون ذلك، استخدام المهلوسات لتغيير الواقع يمكن أن يهدد بحدوث عواقب غير مرغوب فيها على النفس، وخاصة في ظل وجود أمراض الشامانية. على سبيل المثال، نبات قصعين الكهان أو كما يعرف بالاسم اللاتيني سالفيا ديفينورا يمكن أن يعطي آثارا جانبية في شكل صداع وغثيان ودوار وضعف الحركة. أيضا مثل أياهواسكا
والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات في عمل الأوعية الدموية والقلب، والفتر المهلوس يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عقلي خطير. إذا كان أحد العشاق العاديين للإثارة والخروج من الواقع إلى عالم الأحلام يستخدم كل هذه النباتات فقط من حين لآخر وفقاً لرغبته أو لمزاجه أو حالته النفسية، فإن الشمانيين لا يفكرون مطلقاً في نقطة أريد أو لا أريد، فيجب عليهم أن يدمروا صحتهم بشكل منهجي لأغراض مهنية. لذا فإن الشمانية من بين أمور أخرى تنطوي على الاعتماد على أنواع مختلفة من المنشطات النفسية. الحرمان من النوم. من العادات الغريبة للشمانيين الحرمان من النوم، ولكن لماذا يلجأ الشمانيون إلى هذه العادة؟ الحقيقة المعروفة هي أن الأرق لمدة زمنية طويلة أو قصيرة قادر على إثارة، أسهل تعبير يمكن قوله، بعض التغيرات في إدراك الواقع. لذا يجب على الشمانيين في بعض الأحيان البقاء مستيقظين في انتظار الأرواح المقابلة. إذا تمكنت من البقاء مستيقظاً لمدة ليلة كاملة ففي حقيقة الأمر لن يحدث شيء فظيع معك، لكنه بالمناسبة ليس أمراً ممتعاً جداً، ومن بين عواقب ذلك سوف تصبح رأسك أسوأ في التفكير، وستتدمر عضلات جسدك، وستصبح حركتك أبطأ، وسيكون الاهتمام مبعثراً، وقد يعاني البعض من الغثيان والشعور بألم شديد في العينين. لكن إذا صمت بشجاعة دون نوم لمدة يومين أو ثلاثة أيام سيمكنك التقاط شيء ما مثل السنجاب. الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الآثار المروعة يمكن أن يشعروا وكأن هناك حشرات تزحف على أجسادهم، يسمعون أصوات غير موجودة، يمكنهم رؤية صور غير موجودة، يخرجون من الواقع الحالي. ولكن لماذا يحتاج الشامانيون إلى هذا؟ لماذا يجب أن يسخروا من أنفسهم؟ مرة أخرى الأمر بسيط للغاية، فأهم شيء هنا هو الممارسة. يتم إرهاق النفس بسبب عدم النوم أو الأرق، فهذا يبدو لهم أكثر طيعاً للتأثيرات المختلفة بدلاً من الاستراحة النفسية للشخص عند النوم، والأمر يكمن في أن أنواعاً مختلفة من منشطات النفس تعمل بكفاءة أكبر بكثير على الكائنات المنهكة. ويقال إن الشامانيين لا يحتاجون إلى الحصول على قسط كاف من النوم من وقت لآخر، وذلك ليكون كل منهم منفتحاً على أداء واجباته المهنية. إذا كان الموظف في عمل بسيط يتطلب منه أن يكون مفعماً بالحيوية وبدون علامات الأرق تحت عينيه، فلن يكون لدى الشامانيين مرة أخرى أي علاقة بمثل هؤلاء الأشخاص. البخار. تشتمل الممارسات الشمانية من بين أمور أخرى الجلوس لفترة طويلة في البخار، لكن ما السبب؟ السبب يرجع مرة أخرى إلى الممارسة، لا شيء آخر سوى الممارسة. من الواضح أنكم جميعا واجهتم الشعور بما يسمى الاسترخاء المتزايد في غرفة البخار أو على الشاطئ، حينها لا تريد أي شيء ولا ترغب في إدراك أي شيء حولك، لأنه في حالة الجلوس في البخار خاصة في مكان أكثر كثافة وتوجيها يصبح الجسم في حالة تأهب قصوى. لكن الشمانيين يحتاجون إلى هذا لإرهاق الجسم أو سحقه كثيرا، لأن هذه الإجراءات في كثير من الأحيان ليست مريحة مع الأعضاء الداخلية فقط، فقد يحدث ارتفاع في درجة حرارة الكلى والكبد والمعدة والأمعاء والقلب، وهذا يشكل خطرا على الجسم من وقت لآخر بطريقة أسوأ. لذا يجب أن تكون إجراءات الجلوس في غرفة البخار أو الاستحمام ذات جرعة، لكن عند الشمانيين لا يمكن أن يكون لها أي جرعات، كل شيء لديهم بلا استثناء يؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. إلى هنا ينتهي هذا المقطع، لا تنسوا تقييم هذا الفيديو والأهم الاشتراك في القناة. مهلا أصدقائي، توقفوا عن الكسل، حان وقت تنشيط العقل. أهلا ومرحبا بكم في قناة حقائق العصر، أحداث لا تصدق في الماضي والحاضر والمستقبل، أسرار عن الطبيعة وعالم الحيوان، حقائق مروعة وألغاز غامضة، كل هذا وأكثر ستجدونه هنا في قناتنا. اشتركوا في القناة ولن تشعروا بالندم.